التجديسات في التيك توك بتساوي كام؟ الكليكات، اللايكات، القلوب اللي انت بتعملها، بيقول لك دوس 3 مرات على الشاشه عشان التفاعل يزيد، الحاجات دي بتساوي كام او هو بياخد كام؟ احب اقول لك اول حاجه انت لازم تنزل تصلي على النبي وتدوس لايك الفيديو لو انت مش مشترك اشترك. التجبيسات او اللايكات او الكليكات ديت مش بيستفاد منها حاجه غير بس ان هو يزود التفاعل عنده والفيديو او اللايف بتاعه يظهر اكتر للناس، وطبعا لو في تحدي او كده فيزود معاه حاجات بسيطه يعني، بس لو في بقى تحدي كله هدايا من الجانبين او من جانب واحد فالكليكات بتاعت التك ديت للاسف الشديد مش هتساعده في حاجه الا ان اللايف بتاعه يظهر اكتر للناس بس كده. هي ديت فايده الكليكات او الضغطات او التكبيسات، مش بياخد فلوس ولا حاجه يعني. بس كده صاحبي، لو انت عندك اي استفسار بخصوص التيك توك او بره التيك توك سيبه في الكومنتات ما تتكسفش. بس كده واشوفك في فيديو تاني. سلام.